تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في عدد جديد مباشر عبر شوف سبور كالعادة انطلاقا من الثالثة إلى غاية الرابعة والنصف في عثمان. الحديث سيكون عن مباراة الغد اللي كنتمنوا فيها كل التوفيق لفريقنا الغالي، فريقنا اللي كيمثلنا في المسابقة العربية اللي كتجمع العرب، طبعا هي كأس محمد السادس الأندية الأبطال في نسخة 2020. نتمنوا إن شاء الله الرجاء يتوج بها، ولكن المشوار لربما مازال طويل وطويل وطويل بزاف. الاتحاد السعودي في الفينال ربح الشباب، الرجاء مازال عنده امتحان صعب وصعب جدا، أكيد الرجويين اللاعبين وكذلك الطاقم الفني للفريق كيعرف هادشي أكثر منا وأكثر كذلك من الجمهور الرجاوي بنفسه. غادي نهضر في الشطر الثاني من البرنامج وغادي نفتح النقاش طبعا لجماهير فريق الجيش الملكي عبر الاتصال طبعا بينا باش تعبر على الراي ديالها ورايها في التعاقد مع المدرب البلجيكي الجديد، مازال ما حفظتش السميه ديالو، وتعطينا كذلك الراي ديالها في انه اداره الفريق حسب المعلومات اللي توصلنا بها انه اعطات وخولات للمدرب الجديد باش انه هو اللي يشرف على اختيار الطاقم اللي غادي يساعده في المهمه ديالو لمده سنتين على راس الجهاز الفني بالنسبه للعساكر. قبل نمشي نرحب بالزميل ديالي في البرنامج كالعاده سي سفيان من فرنسا. سي سفيان مساء النور. السلام عليكم خويا عثمان والسي اسامه والغائب الحاضر معنا خويا هشام. هشام راه نتمنوا تكون نتيجه المقابله، نتمنوا نتيجه المقابله تكون في الصالح ديالو، كانت في الصالح ديالو ان شاء الله بحول الله، صالح الاكاديميه ديالو، ودورنا نسلموا على المتابعين ديالنا. راني كنشوفك دابا، انا كنهضر معك في التليفون وكنشوف اول مره وتنشوفك في اللايف، يعني انا دابا نقدر نقول لك شي كلمه. كي جاتك الصوره اللي كندير لك؟ لا الصوره زوينه ديال تقديم اللاعبين ديال لا ليغا، عرفتها. ما غاديش نطول عليك سفيان بزاف طبعا في البرنامج، غنهضروا غير على الرجاء لانه الجيش هضرنا عليها في الصباح بالتفصيل انا وياك وكذلك هشام. كانت واحد الندوه صحفيه ديال الطاقم ديال الرجاء وكذلك الاسماعيلي المصري. طاقم الرجاء كنعرفوا انه غدا ان شاء الله، كنقصد الطاقم التقني ديال الفرقه، غادي يقودوا هشام ابو شروان صديقك زميلك السابق في الرجاء، نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. هو المساعد الاول بالنسبه لجمال السلامي، جمال السلامي اللي غادي تغيبوا كورونا، نتمنوا له الشفاء العاجل. هضر هشام، انت تبعتي كذلك الندوه الصحفيه وكان معاه اللاعب الشاب سكحان. في البدايه هضر هشام على انه المباراه ما غاديش تكون سهله، قال فرصه ديال انه يقود الرجاء فرصه ماشي حتى هي سهله. هضر على انه لثاني مره كيقود فيها الفريق طبعا بعد ما كان قادو في البطوله الاحترافيه لكره القدم. عموما الظاهر انه هشام ابو شروان وسكحال كباقي اللاعبين ديال الرجاء والطاقم ديال الرجاء عارفين بانه الماتش غدا ما غادي شي يكون سهل. السي سفيان، وي كتسمعني؟ تفضل سفيان كنسمعك. كتسمعني مزيان ياك؟ كنسمعك مخير. شفت انا بدوري شفت تفضل. والاسئله اللي طرح الصحفيه كانت غدا في سياق واحد غير بطريقه مختلفه. يعني تقريبا نفس السؤال كان كيتطرح ولكن كان كيتطرح بطريقه غادي في نفس السياق ديال ان المدرب ماشي كيفاش الفريق هو المضمون ديال المدرب، كيفاش الفريق غادي. وي خويا اسمح لي غير بالنسبه للناس اللي كيحاولوا انهم يتواصلوا بينا دابا باش يدوزوا معنا في البرنامج، الله يحفظكم، غير واحد الربع ساعه ناخذها مع سفيان في التحليل ديال الماتش غدا ان شاء الله كيفاش غادي يكون، وتواصلوا معنا لانه حنا كنتواصلوا معاه عبر تقنيه الواتساب. فاش كتواصلوا معنا انتم كتقطعوا لابيل، الله يحفظكم، فقط غير تواصلوا مع با سفيان، وفاش غادي ندعوا سفيان ديك الساعه نفتحوا لكم الخط ديال التواصل. تفضل سفيان. سمعتيني عثمان اخويا؟ قلت لك اخويا بقات غدا الاسئله بقات غدا في نفس السياق اللي هو الغياب ديال المدرب والرجاء كيفاش غياخذ والدور ديال هشام
في هذه المقابله والاحساس ديال هشام وفي هذه المقابله، غير هو السؤال تطرح الجميل ديالو طرحوه قبل منه، طرحوه بطريقه مختلفه. اللي بان هو الطريقه باش كيهضر هشام على المقابله، وطريقه سكحان الطريقه باش هضروا بواحد التفاؤل كبير، وهذا كنظن راه عطى واحد الارتياح في قلوب الجماهير الرجاويه، كيف ما انا عطاني ارتياح، حتى انا ارتحيت وتفائلت غيكون خير ان شاء الله في هذه المقابله. هشام عارف شنو كاين، راكم من التجربه ما يكفي انه يقول بحال هاد المقابله. مقابله ما غاداش تكون سهله كاع، كيف ما تنقولوا ما غاداش تكون سهله، صعيبه وصعيبه بزاف. كاينين مجموعه من الغيابات اكيد غياثروا على 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 الفريق. المدرب ما كاينش مي، راه كاين او ميم طون، راه كاين غيتابع المقابله، غيكون على اتصالات موت مكثفه مع هشام، التعليمات ديالو وفهمتي، وغادي يكون معاه. هادشي كامل هشام راه ماشي شي واحد اللي جابوه من الاسبوار وعطوه الفرقه حيت المدرب والمساعد ديالو ما كاينش. هشام عاش الفرقه هذه مده 3 سنوات، هو مساعد ثاني ديال المدرب، يعني هاد المده كامله هو مع سلامي في المونتوش، يعني عارف سلامي كيفاش كيدير، عارف سلامي كيفاش كيقود المقابله، كيفاش كيشوف اللاعبين، وكما قلت لك غيكون على اتصال دائم طيله المقابله مع هشام للتعليمات ديالو. هشام راه تبارك الله التجربه اللي دار والكره اللي لعب راه تخول لي انه يعطي النصائح ديالو ويشوف الخلل فين كاين، ويقدر يشوف شي حاجه اللي يقدر ما يشوفهاش جمال وما شافهاش جمال، وتكون عندها تاثير ايجابي. اللي نتمناو ان شاء الله ان اللاعبين يكونوا اون فورم، يكونوا في نهارهم. ديما كنركز على هذه المساله هذه، ملي يكونوا اللاعبين في نهارهم سواء كاين المدرب او ما كاينش المدرب، راه الامور غادي تمشي مزيانه وداك الشيء غادي يطبق، وكنظن ان راه قطع الاتصال. انا عاود نتواصلوا بسفيان دائما في الحديث على المباراه ديال فريق الرجاء الرياضي والاسماعيلي المصري اللي غتكون غدا ان شاء الله، نتمنوا فيها التوفيق لفريق الرجاء الرياضي. عموما الماتش ديال لالي كان انتهى بالفوز ديال الاسماعيلي بواحد الزيرو. المباراه اللي كانت صعبه كانت تذكروها كاملين. احنا نتمنوا ان شاء الله انه الرجاء يكون توب، يكون حاضر في هذه المباراه ديال غدا. هدف فخر الدين بن يوسف فلالي ما غاديش يخلي انه الرجاء يعني يخاف غدا ولا شي حاجه، اكثر ما انه غادي يحاولوا انهم يدافعوا على الحظوظ ديالهم كامله. رجع معنا سفيان. سفيان نكملوا معك. قلتي انه لربما لربما المباراه ديال غدا حتى وان ما كاينش جمال سلامي في الماتش على ارضيه الملعب، هو حاضر بالاتصالات ديالو، هو اللي بريبارا الفرقه في هذه المرحله الماضيه. وهشام راه كما قلتي راه عارف، اكيد هو اللي بريبارا الفرقه، وكما قلت لك اخويا عثمان هشام عارف شنو كاين، عارف الكبيره والصغيره في الفرقه، وكما قلت وقيله وكانت تقطع الخط. كتسمعني يا عثمان؟ كنسمعك بخير. فوالا، وكما قلت كانت تقطع الخط وقيله ما سمعتنيش، ان الفريق لافونتاج اللي كاين ولا الميزه اللي كاين عند الرجاء دابا في هذه المقابله هذه، ان عندك واحد الربعه ديال المدربين في كل خط من خطوط ديال 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 الفريق. ملي كتهضر على حراسه المرمى بالقيمه ديال انا والتجربه اللي راكم ولا الهدهودي في قلب الدفاع ولا العرجود ولا محسن متولي، فراه عندك كل خط من الخطوط واحد الشخص اللي قاد انه يهز مسؤوليه في ظل الغياب ديال المدرب. لان كما قلت لك البارح وقلت لك الصباح، يقدر يكون هذا الغياب ديال المدرب يعطي شحنه قويه للاعبين. كيف ما كتهضر على واحد الفريق كتلقاه لاعب مزيان وشي واحد خدا حمراء في الفريق، كتولي هذيك الفرقه بحال لاعبين 22 لاعب، كتولي فيهم نفس كثار، كتولي فيهم عندهم عزيمه قوى، كتولي دونك هادشي اللي بغيت نقول لك. يعني نتمنوا من الله ان الامور تمشي كيف ما غادا، وان شاء الله الامور غادا تمشي كيف ما بغينا، والفريق غادي يمر
من هذا الدور هذا وغادي يتأهل النهائي وديك الساعة لي باقية. اكيد. نختم معك سفيان، فقط اخر سؤال، انت لعبتي بزاف د الماتشات حاسمين في المسيره ديالك، الماتش ديال غدا حتى شي واحد ما كيختلف عليه لانه حاسم وحاسم بزاف، الرجاء محتاج الهدف مع البدايه ديال المباراه باش يحيد عليه الضغط، يعني غتكون مباراه مضغوطه بزاف خصوصا على الرجاء اللي باغي ينتصر بنتيجه كبيره. كيفاش كتوقع السيناريو غدا انت كتوقع منك، كيفاش كتوقع الماتش غدا يقدر يكون؟ شوف انا كان انا كان انا كنظن ان الرجاء اشتغلوا هاد اشتغلوا هاد الفتره هذه كامله اللي كانت قبل المقابله على انهم يضغطوا في نص الملعب ديال الفريق المصري او في الثلث الاخير ديال يحاولوا يسترجعوا كره تما عند المدافعين ديال باش يكونوا قراب باش تسهل عليهم الماموريه انهم يسجلوا. اكيد الا ما تاتاش الوقت فالرجاء غادي تلعب بالطريقه المعهوده ديالها كيف ما تنقولوا حنايا ضريبه ولا بقا بقا حتى كيوصلوا، اعتماد على المهاره ديال اللاعبين على التوغلات ديال نوح السعداوي اللي نتمناو يكون في نهار اليوم وكنتمناو. وانا اكيد انا عندي واحد الاحساس ان اليوم الربح غيجي عن طريق السعداوي والرحيمي كما العاده، وكنتمنى ان السعداوي يسجل شي ثنائيه في هذه المقابله اللي تفتح ليه الشهيه وتخلصوا من ذاك الضغط. غير هو الفرق اللي كاين اخويا عثمان بين وما هضرناش عليها بزاف وما تحتش فرصه اننا نهضروا عليها، الفرق اللي كاين بين هذه المقابله ومقابله الذهاب ان سبعه اللاعبين من فريق الرجاء البيضاوي غياخذوا هذه المقابله مش مقابله ديال في المقابله ديال الذهاب. الا نهضروا على مقابله الذهب مذكور جبيره ما كانوش مقابله الذهب، الياس حداد ومروان الهدهودي ما كانوش مقابله ديال الذهب، مكعازي ما كانش مقابله ديال الذهب، ونوح السعداوي ما كانش مقابله ديال الذهب. يعني في المقابله ديال الذهب كاينين سبعه ديال التغييرات بين اللاعبين ديال مقابله الذهب والمقابله ديال الاياب. الا غتهضر على حراسه المرمى وخط الدفاع كامل من مدافعين ديال وسط الدفاع والمدافعين ديال الاطراف، زيد عليهم فابريس نغوما، وي فابريس نغوما ما كاينش حتى هو اليوم كان في مقابله الذهب، وما مونغو ما كانش، يعني في كل خط من الخطوط كاين غياب على المقابله ديال هذه. تقدر تكون ميزه لان يعني حتى المدرب ديال الاسماعيلي الا بغى يركز على المقابله ديال الذهب ما غاديش يقدر، ما يقدرش ياخذ نقاط القوه ونقاط الضعف ديال المقابله الذهب بالمقارنه مع هذه المقابله هذه، لان ماشي نفس اللاعبين اللي لعبوا. غتقول لي حتى الراجع عندها نفس الدور، وانما الراجع راه لعبه في الطيران ديالها، يعني غادي يكون عندها استحواذ على الكره، غادي هي اللي تبادر انها دير اللعب ديالها لو جو ديالها. دونك هو غيتسنى ديك الثلث ساعه نص ساعه حتى يشوف فريق الرجاء الرياضي كيفاش غادي يلعب، ولا طريقه باش غادي يلعب، واش كره طويله واش كره قصيره، شكون هو اللاعب اللي غيعتمدوا عليه اكثر، شكون اللاعب اللي غيكون المقابله باش يقدر يبني السيستم ديالو ويبني السيستم تاكتيك ديالو ويبني الطريقه اللي غيلعب عليها وكيفاش غيلعب. حنا كفريق الرجاء الرياضي خصنا نستغلوا الفرصه تكون عندنا واحد ديك الثلث ساعه الاولى كما تيقولوا نطرقوا فيها المسمار، يعني الثلث ساعه الاولى على الاقل نكونوا سجلنا هدف او هدفين، ندخلوهم سوق راسهم، نخليهم يدخلوا في واحد بيرتيرباسيون، نخليهم يدخلوا في واحد عدم التوازن لا 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 نفسي لا تفكيري لا طريقه باش يفكروا لا جسدي، باش نقدروا اننا نسجلوا في اقرب وقت ممكن. كنتمنى اننا نكونوا 2-0 في اول 30 دقيقه من المقابله، باش نلعبوا ما تبقى من المقابله باريحيه، باش حتى اللاعبين اللي غيدخلوا في الشوط الثاني يدخلوا يلقاو مساحات كبيره، لان اللاعبين ديال الرجاء كيتمناو ان الفريق الخصم يكون عنده مساحات كثيره. ملي كتسجل الهدف الاول الثاني الفريق كيخرج انه يبغي يلعب معك الكره، وديك الساعه غادي تستغل الفرصه تسجل هدف ولا هدفين ولا ثلاثه الاهداف اضافيه ان شاء الله. شكرا لك سفيان، شكرا على هذا الوقيت. تشوفوا غدا ان شاء الله، نتمنوا التوفيق للرجاء، ونتمنوا ان شاء الله نهار الثلاث في الصباح نهضروا على الفوز للرجاء والتاهل ديالو ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك خويا، شكرا شكرا لك. وكنقرا التعليقات، انا اول مره كنقرا معك التعليقات كنقرا التعليقات كلها كتبشر بالخير، والله العظيم كلها كتبشر بالخير. وصراحه في المستوى الكبير كاين معنا، كيتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي المصري، كاين معنا واحد المصري ساعد كيتبعوا بزاف المصريين عبر المصري. سبور مرحبا بهم كباقي كاين معنا
كاين معنا واحد مصري قالك بالتوفيق للاسماعيلي المصري مرحبا بك. لا لا مغربي، المهم سمعتيني. لا لا مغربي، مغربي غير باغي باغي باغي. لا نحس والله الا كيدوزوا معنا مصريين كيتبعونا مصريين كيعشقوا الاهلي. لا لا هذا مغربي، هذا مغربي والله الا حساب لي مصري. وحق الله العظيم الا كيحسب لي مصري، انا في الاول كيحسب لي مصري كنت باغي نشكره، انا ملي ديالو لقيتو مغربي وحق الله العظيم الا لقيتو حتى في مصري، شمي لقيتو مغربي اش غتقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ونتمنوا الخير، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، فهمتيني؟ لا لا رغم يكون، لا والله العظيم كاين واحد الناس خصهم يفهموا، رغم يكون الانتماء ديال شي بحال دابا هنايا، بحال دابا هنايا الصباح، الصباح ملي سالينا البرنامج اخويا عثمان يوم الحد، الحد تيكون واحد 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 السوق، يعني اللي بغيت ديالك بغيتي تتقدى، دونك مشيت ناخذ داكشي اللي كنحتاج. عندي اصدقاء تمايا مصريين ما كيحسبليش غيهضروا معايا على الماتش ديال، على الماتش ديال الرجاء والاسماعيلي. والله ما تيحسب لي غيهضروا معايا على الماتش ديال سميتو. تخبارك شنو قالوا لي؟ هما عارفيني مغربي، هما عارفيني مغربي، ما عارفينيش اش كندير، هما عارفيني مغربي. قالوا لي اليوم تقول لي نهار اثنين غدا غنربحوكم. انا قلت لي شكون نتوما؟ كيقول لي احنا المصريين غنربحوكم نتوما المغاربه غدا. ما كيهضرش ليا على الرجاء، هو كيهضر على المصريين غيربحوا المغاربه. كيهضر على ككل، كيهضر على ككل، هو بالنسبه ليه ان فريق مصري غيلعب مع فريق مغربي غير مشكلوش. حنا غدا ان شاء الله كاملين الرجاء الرياضي، واش فهمتيني؟ هذا هو اللي، هذا هو هذا هو اللي خصو يكون. فوالا فوالا، ايوا شوف اللي بغى يشجع الرجاء مرحبا، اللي ما بغاش يشجع الرجاء ايوا واش غدير اخويا؟ واش ما عندك ما دير له دبر راسو، هذاك سوقو هذاك. ولكن حنا غدا ان شاء الله كاملين مع الرجاء الرياضي، كما غادي نكونوا مع جميع الفرق الوطنيه اللي كتمثلنا في التظاهرات الافريقيه والعربيه والعالميه. شكرا بزاف خويا. انا بعدا، انا بعدا، انا بعدا نهضر على راسي، انا بعدا نهضر على راسي انا شخصيا. اي فريق مغربي كيلعب تظاهره خارجيه كنتمنى ليه الفوز، كيف ما بغى يكون النوع ديال الفريق كنتمنى ليه الفوز، وكنتمنى انه نتائج عريضه باستثناء انه يكون لاعب ضد الرجاء. اذا كان لاعب ضد الرجاء راه غنتمنى الرجاء، ولكن ملي كيكون لاعب اي فريق مغربي في تظاهره خارجيه فكنحس براسي بحال انا اللي لاعب هذاك، هذاك الماتش كنتمنى ان كل شيء يكون بحال ما هكا. وكما كان الحال شوف الانتماءات ديال 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 الجماهير ما كتقدرش، ما كتقدرش انك تبدلها ولا انك انك تغيرها. المهم هو ان نتمنوا الخير، نتمنى الخير للناس تلقاه. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين ابا سفيان. شكرا بزاف على هاد الكلمات، وكل التوفيق ان شاء الله للرجاء غدا ونهار الثلاث ان شاء الله غادي نهضروا على ان شاء الله. ولنا حديث، ولنا بقيه الحديث، ولي الحديث بقيه غدا، ولي الحديث بقيه. شكرا جزيلا سي سفيان، شكرا شكرا وسلمنا. مرحبا اخويا عثمان، مرحبا. شكرا لك. كان معنا سفيان اللودي. فاصل مشاهدينا الكرام، بعده سنواصل الحديث معكم انتم عبر الهاتف. نفتح لكم الخط باش تواصلوا معنا طبعا رايكم في المواضيع اللي كنناقشوها اليوم. المباراه ديال الرجاء غدا ضد الزمالك او ضد الاسماعيلي، وكذلك فيما يخص الجيش الملكي والجماهير ديالو. فاصل واصل.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم من جديد دائما في برنامجكم اليومي عبر شوف سبور مع عثمان. نهاركم سعيد وأمسية سعيدة. نقرأوا شوية تعليقات، كانوا اتصالات فاش كنا في الفاصل، وكانوا كذلك فاش كان معنا السي سفيان العلودي اللي هدر وهدر على أمور مهمة جدا فيما يخص الماتش ديال غدا. كنعتذروا منكم دابا فتح لكم الخط. نمشيو أسيدي نستقبلوا أول اتصال، غادي يكون هو الأول من نوعه في طبعا الحلقة ديال اليوم، دائما في التفاعل مع المشاهدين ديالنا الكرام. مساء النور. اهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا. كي داير اخي عثمان؟ امسيه سعيده سعيده لك خويا. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، تحياتي ليك. كي داير عندكم الاجواء في بني ملال السي امين؟ الحمد لله خويا، جوات الحمد لله ماطره والثلج كلشي موجود الحمد لله خير موجود. دابا كنت نتمنى ان شاء الله تما بانوراميا ياك اخويا. رائعه رائعه، جو تبارك الله زوين مع الثلوج والحمد لله. ما عندكمش الفيضانات انتم؟ لا لا اخي عثمان، لا ايوا الحمد لله تبارك الله، كما تنقولوا كتدخل مع العظام رقيقه. الحمد لله الحمد لله. ماشي خويا ديال الدار البيضاء، وكنتمنى اللطف ان شاء الله من الله يعطيها على قد النفع. الله قد النفع ان شاء الله. وشنو بالك غدا السي امين؟ من وراء ان شاء الله تكون الخير ان شاء الله، قدام يكون كل شيء زاهي ان شاء الله. ان شاء الله. شنو بالك غدا السي امين في الفرقه ديالك الرجاء الرياضي اللي ان شاء الله كامل غادي نكون معاك؟ كنتظاهروا بشغف كبير ان شاء الله اللي غادي ليما لا ان شاء الله غادي يكون واحد الانتصار. وخا غياب المدرب جمال التلامي، لان الدور ديال ابو شروال اللي كان مع المدرب هذه 3 سنوات عارف الخبايا، وسي هشام اللي تنعرفو مزيان ولاد البليده كنعرفو تيخدم في صمت، انسان درويش عارف اللي تابعو ان شاء الله الماتش ديال غدا. واكيد اكيد ان شاء الله حتى الدراري غادي يضاعفوا المجهود كبير اللي باش يفرحوا الشعب الرجاوي اللي كانت حسره كبيره ديال الشامبيونز ليغ اللي خرجنا منها للاسف. وكنتمنوا الدراري غدا يحطوا ما في وسعهم باش يفرحوا الجمهور هذايا ان شاء الله. سي امين برافو ليك، كل التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء. احنا كاملين مع الرجاء غدا ان شاء الله كما ان شاء الله خويا، احنا كاع مغاربه كلشي غدا ان شاء الله لما لا كلشي يكون رجاوي ان شاء الله. كاملين احنا غدا رجاويين، المهم غنلبسوا الخضر غدا. لان هاد الكاس هادي غاليه اللي ديال اللي غنلعبوا في المغرب، وسميتها ديال محمد الثالث نصره الله، اللي كنتمناو بكل حب بكل قيصريه ان شاء الله غنخلوها في المغرب هنايا ان شاء الله. شكرا لك سي امين. شكرا لك اخ عثمان، تحيه للجمهور الوطني. الله يحفظك ليا. شكرا لك سي امين من بلي منال، من بلي منال المتابعين ديالنا اللي كيتبعونا في مدينه جميله بحال بني ملال، المدينه السياحيه اللي كنتمناو ان شاء الله كل التوفيق للسكينه ديالها ان شاء الله. كاين بالتوفيق هشام الذي سيقود الرجاء، وان شاء الله لنا موعد مع النهائي. هذه نجات، تحياتي لك اختي. عزيز كيقول لك النسور ستحلق بسماء مراكش بحول الله ان شاء الله. سي عزيز ان شاء الله كيقول لك كاس محمد السادس ستكون من نصيب الرجاء ان شاء الله، كل التوفيق. قالك صديق عبد الهادي، تحيه طيبه لك خويا عثمان. شكرا لك سي عبد الهادي اللي دائما يتابعنا عبر شوف سبور. نمشيو ناخذوا اتصال اخر، دائما في اطار التفاعل مع المشاهدين ديالنا الكرام اللي كتعنينا الاقتراحات ديالهم وكذلك الاراء ديالهم. مساء النور. السلام عليكم. اهلا وسهلا. سي عثمان بخير لاباس؟ هذا السي عبد الهادي. عبد الله كازا كازا. عبد الله، سي عبد الله. يدير بخير لاباس؟ سي عبد الله معاك؟ اييه. مرحبا سي عبد الله، مرحبا، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كلشي بخير، تفضل السي عبد الله، مرحبا. ايوا اش نقول لك؟ اولا تنتمنى الشفاء العاجل سي جمال السلامي ان شاء الله، نسال الله يشافيه ويعافيه وهو السي البكاري، نسال الله يشافيهم ويعافيهم ان شاء الله. ولا شك انا الحمد لله عندنا ثقتنا في الفريق ديالنا، الفريق العالمي ان شاء الله يكون انتصار ان شاء الله باذن الله، واللاعبين عارفين شنو هو المسؤوليه اللي تتبعهم، لان الامر تتعلق اولا لاعب لاجل الرايه المغربيه، والاجل الثاني لانه الكاس اللي هو كاس تيحمل واحد الاسم اللي هو عزيز على المغاربه، اللي هو جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. ثانيا تنطلب من اللاعبين يعرفوا ان المسؤوليه اللي عليهم، ويكونوا ان شاء الله باذن الله وغتنعرفوهم رجال في هذه المقابلات، وينساو المقابله اللي تقساو فيها. الرجاء راه عارف هي تتلعب في الاجواء اللي تتكون اجواء لايقه بكره القدم، وهذاك الملعب اللي هما حاضرين تخدعوا فيه
ويستافدوا من هذا الاقصاء. وان شاء الله باذن الله انا تنطلب من المدرب ويسمع النداء ديالي. انا بعدا في الاريان جوج يحاول يدخل سكحان لان باقي صغير، والحمد لله هذا الماتش ديالو. وانا صراحه تخلعني سميتو الجبيره، لان الجبيره اصلا تلعب في الفريق مده كثيره، والمشكل هو انه السونتراج عنده السونتراج ضعيف بزاف بزاف بزاف. وهذا هو اللي بغيت نقول، نطلب من الله عز وجل ينتصر فيه فريق الرجاء البيضاوي، وان شاء الله يتاهل للنهايه ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله يفوز بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله سي عبد الله، شكرا لك، نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي، وشكرا لك. شكرا، امين. تحياتنا لكل الناس اللي كيتواصلوا معنا عبر الهاتف وكذلك من خلال يعني التعليقات. كيقول لي اخويا عثمان ان شاء الله الرجاء غدا ان شاء الله تفوز بنتيجه عريضه، نتمنوا ان شاء الله التوفيق. كيقول لك ودادي ونتمنوا الانتصار لفريق الرجاء، فكلنا مغاربه. طبعا من التعاليق الوداديه اللي كتمنى الرجاء الرياضي دائما في التفاعل مع المشاهدين ديالنا الكرام. شو ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف حالك عثمان؟ بخير. الله يحفظك ليا، تفضل. الله يحفظك. بالنسبه للمقابله ديال غدا ان شاء الله، كنشوف باللي الامل الوحيد الرجاء باش يتاهل، وملي كنقول الامل الوحيد فانا عارف اش كنقول، فالامل الوحيد هو ديك الاراده. من طبيعه الحال كيبان ان ابو شروان احتراماتنا ليه والتجربه اللي كان قدها مع فريق الرجاء ولا مع الانديه العربيه، لكن كيفتقد الحنكه ديال المدرب اللي يقدر يواجه بحال المقابلات الصعبه. من طبيعه الحال ممكن يدعمهم نفسيا نعم، ولكن من الجانب التقني فغيكون بطبيعه الحال ضعيف. إذا كان سلمي بنفسه عنده مشكل في الجانب التقني فما بالك بأبو شروان، كنظن بطبيعة الحال كشخص ولكن كمدرب. بالنسبة للاعبين لكن ما تنساش خويا الزوين أنه غدا أبو شروان ماشي هو اللي غادي يحط الخطة اللي غتلعب بها الرجاء. لا أنا شو داك المدربين أنت كتبان القوة ديالهم، تبان القوة ديالهم في الشوط الثاني. بالنسبة لي أنا أي مدرب ما كيديرش في الشوط الثاني، ولكن حتى في الشوط الثاني راه ما غاديش يكون أبو شروان هو اللي غادي يدير الخطة ديال الشوط الثاني، لأنه دابا راه تبارك الله كاين الهاتف كاين كل شيء، فهمتي؟ ولكن راه حاضر مع المدرب حداك. متفق معاك، ولكن ماشي بحال المدرب ملي كيكون بجانب اللاعبين. راه تعرف أن اللاعبين ديال البطولة ديالنا كان اللي كيليق لهم بصراحة هو مدربين بحال فاخي اللي كيغوتوا، يعني من لاعب مغربي باقي هاوي، يعني باقي خوت عليه يقول لي وقف هنا، ولا قال ذكرتي معي غير لقطه ديال مذكور اللي كان في نصف النهائي مع بن شرقي، فلاحظتي ان سلم كيغوت عليه من بدايه اللقطه، غوت عليه اربع المرات او خمسه. باقي عندنا مشكل كبير في الجانب ديال التقنيه، يعني ما كافيش انك تدوي معاه جوج كلمات ولا هذه، خصك تكون حداه وتغوت عليه، هذا غتقدر تكون شي نتيجه. عندنا هذه النقطه اللي بغيت ناكد لك عليها. بالنسبه للحاجه الثانيه هو اللاعبين ديال الرجاء خاصهم يبقاو مركزين وما يفكروش بانهم يسجلوا الهدف من البدايه، غيكون مشكل كبير غنطيحوا فيه، خصوصا كيف دوينا على العقليه ديال اللاعب المغربي. الا ركزوا ولعبوا على انهم يسجلوا الهدف ولكن ما يتسرعوش به، يعني وقت ما جا الهدف، يعني واخا يجي الهدف حتى الدقيقه 90 راه تعادلتي معاهم، دونك ما يفقدوش الامال، يبقوا حاطين رجليهم في الارض، يساعدوا بعضياتهم، يبعدوا شويه عن الانانيه. انا بعض الاحيان كنلاحظوا كتكون الانانيه امام المرمى بحال لاعب الراحمي، بعض المرات مارونغو، باستثناء بن حليب اللي صراحه يعني بعض الاحيان كيحط تمريرات مزيانه في غياب الحفيظي. دونك اذا كانت الاراده كخلاصه، اذا كانت اراده قويه، اذا كانت العزيمه ديال الرجال، الى حاول ابو شروان على الاقل يدعمهم نفسيا ويخليهم مركزين في المباراه، فاكيد ان الرجاء غدوز نهائي. ومقابله فعلا كيف ما قال اللاعب العلودي اللي كان وجه التحيه من هذا المنبر، مقابله غتكون صعيبه وصعيبه بزاف على فريق الرجاء اكثر من فريق الاسماعيلي بحكم هذه النقاط اللي شرط ليها والنقاط اللي كتذكرتوها اللاعب العلودي. الله يحفظك، شكرا لك خويا الزوين، ان شاء الله نتمنوا التوفيق، وشكرا للمداخله الزوينه ديالك. شكرا. الله يحفظك، تحياتي. شكرا، تحياتي لك خويا. خالد ميد امين قال لي خويا عثمان غدا واخا تدخل بلا مدرب تربح ان شاء الله،
الرجاء واخا انت تكون خويا عثمان المدرب اجداني شي كره خويا شي تدريب با امين انا خليني في البلاطو خويا ان شاء الله. حنا نتمنوا له التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي. كما قلت انا يعني الرجاء الماتش ديال غدا ماتش صعيب ولكن اللاعبين اكيد واجدين محضرين ليه. كيقول لك سي وسيم الطيري شكرا السلام عليكم خويا عثمان بالتوفيق للرجاء. شكرا لك سي وسيم تحياتنا لك وتحياتنا الناس ديال وجده كاملين. كيقول لي توقيت المباراه غدا ان شاء الله مع السبعة هذا هو التوقيت ديال المباراه. تحياتنا لهشام بلال اللي كيتبعنا الودادي. غدا ان شاء الله غادي تفوز الرجاء وتاهل ان شاء الله نتمنوا التوفيق. كيقول لك انا كنشجع الرجاء غدا ان شاء الله بحيث يمثلوا المغرب ان شاء الله انتصار الرجاء بالتوفيق السي هشام ابو شروان. وديما رجاء وتحياتي لك اخي عثمان. شكرا جمال عبد الله تحياتي لك اخويا او املال شكرا لك مرحبا دائما. كيقول لي ديما رجاء خويا عثمان امين تحياتنا لك اخويا. حسن كيقول لي ديما رجاء والله يشافي السلامي ان شاء الله نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا الخير واخا مباراه صعبه هذه كلتهم ان شاء الله نتمنوا التوفيق لفريق الرجاء الرياضي. على مستوى فريق الزمالك المصري لربما حتى هما عندهم بعض الغيابات منها من هو ما هو فني ومنها ما هو مصاب بكورونا. الفريق اللي غادي يواجه الرجاء غدا ماشي هو 100% اللي واجه الرجاء في مقابلة الذهاب. نفس الشيء بالنسبة للرجاء اللي عنده تغييرات عديدة جدا على مستوى التشكيلة الرسمية للفرقة. تحياتي لك خويا عثمان. هذا خالد شكرا لك خويا. كيقول لك خوفي الوحيد من الارضيه ديال الملعب اما الرجاء معروف عليه العزيمه الجريتا ان شاء الله مربوحه. فيما يخص الارضيه ديال الملعب بعض المعلومات اللي وصلتني انها ارضيه رائعه جدا ارضيه جميله ارضيه صالحه لمباراه في كره القدم. نتمنى ان شاء الله انه الرجاء يعرف كيفاش يلعب المباراة ديالو وينتصر في مباراة لن تكون سهلة. كيقول لي اخويا عثمان الاسماعيلي ماشي الزمالك. فوالا الاسماعيلي لانه بعض المرات كنمشي لنا داك الزمالك لانه الاسماعيلي ما معودينش عليها كنقولوها بزاف يعني في الـ في الـ في المواجهة ديال الأندية ديالنا خصوصا الرجاء وبركان والوداد في هاد السنوات الأخيرة. كيقول لي بالتوفيق للاسماعيلي المصري الشقيق. هذا سعيد واك كل التوفيق لفريق الإسماعيلي الشقيق. هما من مصر من دولة عربية احنا كنلعبوا تحت لواء الاتحاد العربي لكرة القدم. شرف شرف انه الإسماعيلي يلعبوا مع الرجاء وكذلك شرف للرجاء انهم يلعبوا مع الإسماعيلي. فريق عريق فريق قوي فريق ماشي بالسهل انه غيجا وصل لدومي الفينال ديال كأس العرب في هذه النسخه ديال 2020 حتى هو قاصا وضحى وصل لهذا الدومي الفينال. نفس الشيء بالنسبه للرجاء. الرجاء ماشي غير جاو وحطوه في الدومي الفينال. لعب مباريات ممتازه لعب ماتشات اللي صعاب في ظروف استثنائيه وقدر انه يوصل للمباراه النصف نهائيه. يعني المباراه في رايي متكافئه ما بين جوج ديال الفراقي صعاب. جوج الفراقي عندهم تاريخ جوج الفراقي عندهم جمهور كبير جوج الفراقي محترمين. ان شاء الله الهدف ديالنا هو انه الماتش يكون فيه كره ونتمنى غدا ان شاء الله في مراكش في توقيت المباراه غير في توقيت المباراه تكون الشتا شويه خفيفه باش لربما عاوتاني تدخلنا في شي متاهات اخرى. خويا عثمان واش كاين مالونغو غدا؟ شوف معلومات فيما يخص مالونغو لحد اللحظه البارح تواصلنا مع بعض الناس اللي طبعا كيمدونا ببعض الاخبار فيما يخص طبعا الرجاء الرياضي. كيقول لك انه لحد اللحظه ما عرفوش واش مالونغو ربما غادي يكون في الـ في الـ في المباراه. عموما حسب المعطيات اللي وصلتني انا شخصيا اللاعب في صحه جيده مالونغو في صحه جيده يعني ما عليه لا عياء ما ماشي ديك مريض. مهم نتمنى ان شاء الله انه غدا يكون في المباراه. كاين تعليقات كثيره دائما في اطار التفاعل معها. كما كان في الجزء الثاني من العنوان كنا غادي نهضروا على الجيش الملكي والتعاقد ديالو مع المدرب الجديد طبعا البلجيكي. كانوا بعض الجماهير ديال الجيش في الصباح كيسولونا يعني انهم ولو بهذا التعاقد
ما راضيينش على هاد الحلول اللي دارتها الاداره، هما كيشوفوا التعاقد ديالهم مع المدرب الجديد ماشي حل، هما باغيين بزاف ديال الامور تغير حسب ما كيقول الجمهور العسكري، انه تبدا ديك الامور تدريجيا ماشي غير اجي وبدل لهم المدرب وقول لهم انا عطيتكم الحلول. كذلك كيهضروا على انه واش هاد المدرب غادي يخليوه يشتغل، هاد المدرب واش غادي يخليوه يشتغل داخل فريق اصبح بمثابه مقبره المدربين في السنوات الاخيره. عموما المؤشرات تمنح الاسماعيلي الفوز، هذا حاجي ماشي بالضروره المؤشرات، لانه جوج ديال الفرق كبار، جوج الفرق كما قلت يعني المستوى ديالهم مزيان، اسماعيلي في الدوري المصري حتى هو ما غاديش مزيان، ولكن الرجاء في البطوله غادي مزيان، هو اللي كيتصدر البطوله طبعا في الفرق ديال الصداره. تحياتنا ليك سعيد، كيقول لك الاقصاء ان شاء الله بالنسبه للرجاء، هذا سعيد واك، علاش اخويا علاش الاقصاء لفريق الرجاء الرياضي؟ علاش دابا انت عاشق لفريق الوداد الرياضي وباغي الاقصاء للرجاء؟ علاش 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 اخويا؟ بالعكس حنا نتمنوا ان شاء الله التاهل لفريق الرجاء الرياضي غدا. يوسف كيقول لي اخويا عثمان الجيش الملكي اكدت ان هذا الموسم هو موسم الثوره ضد كل من سولت له ان يجعل الزعيم في هذه النسخه التي لا تتناسب مع تاريخه العريق. جماهير الجيش في عده خطاباتها تطالب بتغييرات. عموما التعليق ديال خويا يوسف طويل بزاف، لخصوا في ثلاثه الكلمات، الجماهير ديال الجيش باغيه الحل، هذا هو طبعا الجماهير ديال فريق الجيش الملكي، ونتمنى ان شاء الله انه الاداره ديال فريق الجيش الملكي تزيد تسمع يعني الجماهير ديالها، لانه هي اللي عارفه المصلحه ديال الفريق، الجماهير هي اللي كتعرف المصلحة ديال فريق الجيش الملكي. ونتمنى ان شاء الله انه فاندير بروك هذا المدرب البلجيكي ينجح مع الجيش الملكي. تحياتنا لجميع الناس اللي تبعونا طيلة هذا التوقيت طبعا اللي كنا معكم في البرنامج، شكر موصول لأسامة اللي رافقني في اخراج الحلقة. خويا عثمان دير شي ديديكاس على القواصة لا ان شاء الله نتمنوا التوفيق. كيقول لكم العام ان شاء الله الجاي تشامبيونز ليغ رجاء، ان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي. شكرا بزاف لجميع الناس اللي تبعونا في المباشر، شكرا جزيلا لكم، غدا ان شاء الله كاملين حنا رجويين مع فريق الرجاء الرياضي، كما غادي نكونوا وداديين في المسابقات الافريقيه، كما غادي نكونوا بركانيين وكذلك مع الطاس في الكاس الاتحاد الافريقي. شكرا موصول لاسامه، الى اللقاء.